لما اروح لاستقاله الحكومه ونتكلم فيها بقى كده على روقان كده ونفصص حاجه حاجه، اسالك سؤال صريح وواضح جاوبني عليه، انت تتمنى مين يكون رئيس الوزراء القادم؟ لا. كنت تتمنى، هل في اسم معين كنت تتمنى؟ انا لا احب مساله طب ما هي اتعرضت على ما في ناس رفضت، هي اتعرضت على ناس وفي ناس رفضت. انا لا احب طب ليه في ناس رفضت؟ ليه ما عنديش كواليس، ما اعرفش وما اعرفش مين اللي رفض. يعني احنا بنسمع كل يوم اشاعات، هذا امر ما عنديش معلومه منه، ولا انا من النوع اللي ما بحبش امشي على الاشاعات. الرئيس نفسه قالها. ايوه المعارضة. بس انا ما اعرفش، يعني انا لا اعرف مين الاشخاص ولا ايه اللي حصل، وبالتالي ما اعتقدش في حد يعرف، وبالتالي هي المساله في النهايه ليها علاقه بالواقع الموجود. تاني بشكل واضح جدا، انا رايي ان المشكله الحقيقيه انه الوزراء في مصر ياتون من منطق الموظفين وكبار الموظفين، وان المشكله الكبيره في مصر نبع من الموظفين اصله واداء العمل واداء الحكومة. الموظفين في جميع بقى المؤسسات وفي جميع كل حاجه. انا اميل لانه يكون عندي وزير سياسي معاه فريق فني، واذا اضطريت لوزير تكنوقراطي او وزير من كبار الموظفين يبقى لازم اضمن انه معاه مستشار سياسي عشان الاطار يبقى اطار منضبط. طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، لو جيت دلوقتي زي وزاره زي وزاره الصناعه وجيت عرضتها على رجل من رجال الاعمال هيوافقوا؟ ما بيرفضوا. بس انا بشوف ان في ناس عندها استعداد بس لا يعرض عليه. المسألة مش كده، المسألة ليها علاقة تاني، انت الحكومة هل هي حكومة سياسية ولا حكومة موظفين؟ طيب دكتور مصطفى مدبولي هيعيد تشكيل الحكومة مرة أخرى وإحنا بنتمنى له التوفيق وبنتمنى له باختيارات جيدة. طيب مين الوزارات اللي شايف إنه لازم تتغير فورا؟ لأن ممكن في وزارات تمشي ووزارات تكمل، خلينا نتكلم في الأولويات، مين أول حد لازم يمشي؟ بالترتيب. لا انا قلت رايي، انا غير مقتنع بالحكومه الحاليه او حكومه التسييل الاعلامي. انا غير مقتنع بحكومه التسييل، فخلينا انا غير مقتنع وزير الماليه بحكومه وزير الماليه غير مقتنع بحكومه تيسير الاعمال الحاليه بمكوناتها كلها، وبالتالي ولا وزاره. انا غير مقتنع وشايف ولا وزاره ولا وزير حتى الاداء الجيد لبعضهم زي مين؟ طب خلينا نتكلم على الاداء الجيد. البعض منهم الجيد في ملفاته يكفي ما قدم برضه، لانه قدم اخر ما عنده، وبالتالي المساله ليست مساله اسماء، المساله مساله اولويات ومساله سياسات. المساله طب هل لو مسألة نفس الاسماء، لو نفس الاسماء بقى ليها اولويات اخرى، بقى ليها هي الاولويات الحقيقيه طبعًا اللي احنا محتاجينها؟ انا في رايي انه ده هيبقى عن الشارع هيتلقفه بشكل سلبي جدا. هل الشارع اساسا، هل الشارع في مصر عنده معرفه باللي بيحصل، متابع اللي بيحصل؟ الشعب المصري متابع وذكي ولماح، وانا بقابل الناس في كل حته في مصر متابعين، والناس بتقف وبتكلمني والناس فاهمه كل حاجه. بيقولوا لك ايه الناس اللي بتقابلك في لا الشارع؟ الناس كفايه تعبنا بتاع التموين ده، ايه اللي بيحصل ده، وزير كذا بيحصل، ايه اللي بيحصل ده. الناس فاهمه، الناس الشعب المصري شعب ذكي جدا وشعب بيحب بلده وبيقف معاه. ده حقيقي. ولما بيشوف تحديات بيكون اول واحد يقول لك اي حاجه خليها على جنب دلوقتي وبلدنا، زي مثلا موقف مع غزه. احنا كلنا اول ناس كنت بقول انا مؤيد وداعم كنت انا قبل الاغلبيه. ليه؟ لانه دي بلدي طبعا. لكن احنا مش بنختلف على البلد، في البعض اللي بيطلع لصالح البلد بشكل غير كده. بالمناسبه في 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 البعض اللي يطلع يتكلم لك يقول لك لا واحنا مال وانا مالي. انا ليا بما اعبر عنه، ومتقبل اي حد عنده راي معارض طالما راي لا يدعو العنف ولا يدعو التدمير. ليه وزير الماليه بالذات بحسك انك لا معترض على ادائه بشكل كبير جدا؟ يعني من اكتر الوزراء اللي انتقدتهم واللي هاجمتهم بشراسه. طيب هو مش وزير ماليه، هي المجموعه الاقتصاديه بشكل عام. انا غير راضي عن ادائها،